معظم الناس بتفكر دلوقتي طول الوقت ازاي تنزل وقتها في او وزنها في وقت قياسي بعد الاكل الكتير قوي اللي كانوا بالهنا والشفا في العيد، بعيدا بقى عن الطرق التقليديه اللي بتجهدهم عشان ينزلوا وزنهم. كل واحد عمال يفكر ازاي ممكن يقل في الوزن بسرعه جدا 10 كيلو في اسبوع، وارقام طول الوقت نفضل نقولها ونهزر بيها كده مع بعض. في ناس تانية كمان قاعده ناسيه خالص فكره ان اللحوم الحمراء ممكن تكون ضاره، ممكن تكون بتساعد على الإصابة بأمراض كتير زي القلب والسكر وخلافه، فبيتجهوا للأنظمة القائمة على الفيري هاي بروتين أو القائمة على اللحوم أصلا. هل ده طبيعي؟ احنا نبقى يعني هو بنفكر أي في الأرقام مكان، دي. خلينا نتكلم إن إحنا خارجين من عيد أضحى، وعيد أضحى مبارك على الكل، فبالتالي لازم نقطة ضعف طبق الفته اللي موجود اول يوم، كبده لحمه اول يوم بس ممبار. ما لسه هقول لك، ما هو في منيو كبده لحمه فته ممبار رقاق، رقاق والناس اللي بتحب بقى الممبار والفشه والكوارع وما خلاف ذلك، فاحنا يعني ايه امام الناس اللي اسبوع. بتحبه؟ مش كل الناس لا مش بتحب. كل الناس مجمعه عليه، فانت خلينا نقول حاجه، اللي احنا امام اسبوع يعني دسم مليء بخيرات الله كلها، فبالتالي كان الموضوع فيه صعب. بنخرج من الاسبوع ده كالعاده، هبدا دايت ان شاء الله اول يعني يوم السبت. الاسبوع الجديد، فاحنا بنتكلم النهارده الخميس، عشان كده قررنا ان خلاص ندي فرصه للناس اللي ناويه هذه النيه يبقى قدامها الجمعه وتبتدي ان شاء الله من السبت. عشان كده اخترنا ان يكون معانا ضيفه عزيزه على قلوبنا جميعا، وهي الاستاذ دكتور ايمان كامل، عميد مركز البحوث الطبيه والدراسات الاكلينيكيه بالمركز القومي للبحوث، عشان نعرف منها ازاي نقدر نخس اكبر قدر ممكن ونداري على الجريمه اللي حصلت. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك. صباح الخير. صباح الفل يا دكتوره نورا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك. اهلا بيك. احنا خارجين من العيد يا دكتوره وكلنا خلاص بالهنا والشفا، ربنا يجعل دايما بيوت المصريين عمرانه. كلنا اللحوم الحمراء، وفي ناس ممكن تكون اتعرضت لها بكميات كبيره. ننقذ ما يمكن انقاذه ازاي؟ اكيد طبعا بيحصل في فترات كده الواحد بيخرج شويه عن المالوف. صحيح. لو حد ماشي اصلا بس على اللايف ستايل، يعني هو الناس في حاجه بتفطر كبده اول يوم، فانا أيوة. مش مالوف هو خالص. هو نمط الحياه بيختلف، لازم كده دلوقتي حتى ما بقاش في حاجه اسمها الدايت المعجزه او ميركل دايت زي زمان، ما بقاش في تقبل الاجسام النحيفه قوي والحاجات دي، بقينا بنتجه لحاجات تانية، ان العضلات تبقى اقوى، ان محيط الوسط يبقى اقل، شويه نوع من المرونه والليونه في ما فيش ضغوط كتير في اعداد قوائم الطعام او انظمه التغذيه. صحيح. فبقاش زي الاول، بقى بيهمنا اكتر الصحه، لان على مدار السنين شفنا اثار جانبيه وحشه قوي لانظمه التخسيس الخاطئه. فلو حصل ان اسبوع العيد، اصله كمان تصادف انه مصايف واجازات طويله وكده، فالناس ريحت شويه وناموا فترات، في ناس مجرد كانت واخده الاجازه دي للراحه، وفي ناس كلت ونامت بقى، وفي ناس لعبت رياضه، وفي كل واحد حسب ظروفه. طبعا نوعيه الاكل نفسها في الاسبوع ده مختلفه عن اي اسبوع، اللي صحيح. هو فيها بروتين حيواني عالي الجوده، فاللحمه طبعا من الحاجات اللي يعني نقول عليها ايه، عاليه البروتينات، قيمتها الغذائيه عاليه جدا. لكن يعني محتواها من البروتين كل 100 جرام فيه تقريبا 20 من 18 ل 20 جرام بس بروتين، فمش مش الكم الكبير ده، مش يعني في ناس فاكره ان البروتين كله في قطعه، انا هاخد 100 جرام فانا خدت ال 100 جرام بروتين، البيض فيه بروتين اكتر. لكن الفكره في ايه، ان احنا بنستفاد منها ان احنا ناخد بس يعني 0.8، اقل من 1 جرام لكل كيلو جرام بروتين في اليوم. ده توتال عامه، فاحنا ما ناخدش اكتر من كده عشان الكلى. اللحوم بقى الضاني واللي فيها دهن وكده كان زمان بنمنعها خالص، مع الوقت اكتشفنا ان الدهن صحي وجميل، الدهن اللي في اللحمه بقليل جدا، قدر قليل جدا، مفيد جدا. في حمض مهم قوي، الحمض ده بيقلل الكوليسترول الضار وبيحسن من الليبيد بروفايل او الايه التحاليل بتاعه دهون الدم، بس القليل جدا وبيحسن قوي، في اوميجا 3 عاليه وفي لينولينيك اسيد، في حاجات كويسه قوي. فده القليل، مش يعني القليل جدا، فاحنا عندنا نسبه معينه بنلتزم بيها من الدهون في اليوم. جرام الدهون بيدي 9 سعر، طبعا اقل كميه دهون بتدي يعني سعرات حراريه. معنى كلام حضرتك يا دكتور ان انا هاكل بميزان،
يعني انا عشان اعمل المعادله صعبه بالميزان، هو حتى بالنظر في البورشن في بعض الناس معلمين الناس على الايدين ازاي ياخد قد ايه، كم البروتين، كم النشويات، كم الدهن، كم قد كف الايد. فاحنا بنقول لا الدهن بيبقى قد كده. تحمست شويه يعني، ايد مقلوبه، ايد مفتوحه، صباع كده. احنا بنعلم الناس ازاي على الايدين، سهل قوي. صح. فالحقيقه في بعض الدكاتره يا دكتور بيلجأوا للهاي بروتين، عاوز تخس هعمل لك نظام غذائي معتمد على الهاي بروتين. هو طبعا لو كارب او زيرو كارب، ما فيش كارب، هل ده بيخسس وهل ده مضر طبعًا على الجسم؟ هو بيخسس بس نعمله لفتره قصيره، يعني احنا دايما بنسميه دايت الانقاذ السريع يعني. فبياخد حوالي اسبوع، منهم 3 ايام بيور بيبقى بروتين. يعني انا لو قلت لكم دلوقتي دايت انقاذي عام كده، بس مهم يكون حد ما بيعانيش من اي امراض يعني، او الكلى كويسه والدنيا تمام. لو خد مثلا الصبح علشان ياخد طاقه، ياخد كوبايه ميه بنص معلقه عسل نحل وليمونه مثلا عشان تديه طاقه. لو حد بيشتغل في بنك او زيكم بتقدموا صباح الخير يا مصر، بتيجوا الساعه 7 الصبح، الحاجات دي كلها فلازم تاخد. فضلك بنيجي 5 ونص كمان في الضلمه يعني. فطبعا لازم تاخدوا ايه الطاقه دي. بعديها طبعا الفطار احسن حاجه البيض والجبنه القريش، معاه خضروات خضراء. طول النهار لو حس بجوع ياكل خضار اخضر. الظهر ياخد بروتين حيواني بس ابيض، يعني يا سمك يا فراخ، نبعد بقى عن اللحمه خالص، يا سمك يا فراخ، وخضروات خضراء كتير وبتنجان مثلا، يعني حتى اسمه وايت اند جرين الابيض. وبالليل ياخد مثلا زبادي او لبن بدون دسم. يقعد على كده 3 ايام، ممكن بعد كده نضيف بعد اليوم الثالث يعني بدايه اليوم الرابع نضيف بقى الفاكهه، ثمر او اثنين فاكهه في اليوم مع الزبادي او بعد الغداء بساعتين. الحقيقه النظام ده في خلال اسبوع بيخسس 3 كيلو، ومن الوسط بيخسس حوالي تقريبا 7 سنتي او حاجه من محيط الوسط. يمكن ده لان كل كيلو تقريبا قصاده 2.5 سنتي. اعتقد الناس بتهتم اكتر بفكره محيط الوسط اكتر من الكيلوات، ما بقاش حد اصلا فارق له قصه 3 ام الشهيره بتاعتك، المزوره والمرايه والمزوره والميزان. كنت دايما فاكره كنت دايما اخلي المرايه والمزوره والميزان ده اساس، حتى البنوته لما تيجي تجهز، انت عريس اهو، بقول لك لازم يبقى في عندهم ميزان في البيت. والمزوره مهمه قوي. مزوره ليه؟ لان التراكم الدهني بيبقى في البطن. ممكن يبقى حد ميزانه عالي مثلا بس جسمه كويس، توزيع الدهون كويس، بروفايدد المهم ان مثلا الركب، حمل على الظهر، احنا بنحب ايه؟ ما يبقاش فيه اذى. احسن حاجه ان حضرتك تبقى عايش حياتك طبيعي، بس ولا شكلا ولا صحيا متضرر. دي نقطه دلوقتي الفكر كله بقى كده. السيدات مثلا فوق السن ما تيجي تعمل نظام غذائي قوي بتعجز، بتصيبها شيخوخه في شكلها، بتترهل، دهون الوش بتنزل، جسم بيترهل وكده. فحتى ممكن تبقى شكلها من بعيد تشوفيها تقولي رشيقه قوي وجميله قوي، اول ما تقربي تقولي لا دي عجوزه. فاحنا نحاول بقدر الامكان نعمل توازن، وهو ده الفكر الجديد، التوازن بين الرضا، فكره القوام العام، القوام العام والصحه اهم بقى. البرايورتي او الاولويه للصحه، ان الشعر ما يكونش بيقع، ان ما فيش انيميا، ان ما فيش ستريس، الضغوط، الرجيم نفسه ضغط، ان حضرتك تبقى لايف ستايل بتاعك. يعني انت هتعمل رجيم الانقاذ ده، طب وبعد كده اعمل بقى ايه؟ النظام عادي. يعني ايه تمنع الرز والمكرونه والعيش والبطاطس والحاجات دي؟ ليه؟ نظام تاكل الحاجات دي بس باعتدال وتلعب رياضه. دايما بيقول اللي بيجي بسرعه بيروح بسرعه. لا ما فكره لا، لو خسيت بسرعه هيروح بسرعه، لان يعني في ناس بتروح للكيتو دايت 3 كيلو. نرجع بس للايه يعني مثلا شويه حاجات بسيطه، واحده رشيقه طول عمرها زي المنوشه كده على طول يعني لو بس في الاجازه زادت شويه كلت، اصل انت عارف الفطار هتفطر ايه في العيد؟ يعني بيفطروا انت متخيل؟ طبعا لا متخيل والله متخيل. انا عشت ده، مش متخيل انا عشت ده. وعزايم ولمه والاكل واللم والبحر والحاجات دي بتجوع. فانت زدت 2 3 كيلو تنزلهم وتكمل حياتك تاني. دايما بقول في قاعده اسمها، مش عارفه اكيد انتوا عارفين، اللي هي 21 على 90. 21 لو عايز تعمل عاده كويسه تكتسبها يبقى في خلال 3 اسابيع. قلبتها 3 شهور اللي هم 90 يوم بقت نمط حياه او لايف ستايل. الطريقه دي لطيفه قوي، مفيش حاجه بتيجي بالسهل. لازم يعني الاستمراريه، مش بس انك انت تحقق النجاح، استمراريه النجاح. واحب الادواء الاعمال ادوامها
وان قل. صحيح. بمعنى انا دايما بقول ان النجاح مش فكره اللي انت تحققه، اللي انت تحافظ عليه. بالظبط. ان انا اهم حاجه احافظ، يعني انا النهارده جيت خسيت 10 كيلو وبعد كده زدتهم زي ما حضرتك بتقول بسرعه، وبقيت رجعت تاني للوزن والضغوطات وزيادة. اللي كنت والامراض اللي جت ابان السن. بس دايما يا دكتوره الكيلو اللي بيروح وهو راجع بياخد معاه كيلو تاني في ايده، يعني اللي بيزيد اللي بيزيد تاني بعد خسسان بيخس نفسه بيتغير، لان احيانا بيخسوا غلط بيفقدوا ميه، بيفقدوا دهن، بس كتلة عضلية. العضلات مش بس بيفقد دهون، بيفقد يعني ودهون مش بس. احنا عايزين بس نقول ان القلب عضلة، الحاجات دي يعني الكتلة العضلية دي مهمة جدا. بيفقدوا كمان، احنا عايزين يفقدوا من الدهون الحشوية، مش بس الدهون اللي تحت الجلد. اللي جوه اللي في المعدة. دي مهمة قوي. فاحنا دلوقتي ابتدينا نفكر ان ممكن ازاي الواحد يعيش حياته بنمط حياة مش ضروري ضغوط نفسية، يعمل رجيم متزن وعلى فترات. وفي للسيدات والرجاله الكبار بقينا بنعمل لهم سيستم اسمه انتي ايدجنج، اللي هو ما بعد الخمسين والستين ان ازاي ما يتحرموش، اصل صعب قوي انك تحرمه وهو كبير كده. دكتور خلينا بقى، بما ان وحضرتك عارفه ان الغالبيه العظمى من متابعينا في صباح الخير يا مصر هم بنتكلم على من سن 40 سنه تحديدا تقريبا، يعني دول شباب دول لما فوق. فاحنا واخدين النص، ماسكين العصايه من النص. فلو هنتكلم على الدايت اللي حضرتك بتقولي عليه ده، لو عاوزينهم يتابعوا معانا كده ويمسكوا ورقه وقلم ويقولوا ويكتبوا الدايت اللي هيعمله، اكنه هرم كده يا احمد، بيبقى القاعده بتاعته هي اكتر حاجه، والتيب او القمه بتاعته اقل شيء. التحت لازم ميه كتير، الميه عشان تعمل ليونه في المفاصل وعشان نضاره للوش والحاجات دي والتوصيلات المخ، الميه الاساسي. بعديها بناخد الخضروات والبقول. ميه يا دكتوره مش سوائل. لا ميه طبعا افضل شيء. بعدين الخضروات والفواكه اللي هي قليله المؤشر السكري. المؤشر السكري مش اللي هي عاليه السكر بتاعك. ناخد بقول، ناخد حبوب، كل ده يومي بشكل يومي. ناخد بيض. بيض مفيش مشاكل، حتى كان مظلوم بتاع موضوع الكوليسترول، ياخدوا بيض مفيش مشاكل بشكل الناس يومي. الناس الكبيره تاخد بيض عادي. ياخدوا زيت زيتون بشكل يومي. نيجي بقى على وفول، ممكن فول او عدس، يعني يبدلوا بين البقول. نيجي بقى على البروتينات، ممكن تبقى مرتين او ثلاثه في الاسبوع الفراخ او السمك. افضل ان هم اللي يتعودوا ياكلوا سمك. للاسف الشديد في ناس في وسط الدلتا مش متوازن، مش متعودين قوي يعني على الاسماك ووسط الصعيد. صحيح. لحوم يعني اكتر بالنسبه لهم، لازم ياكلوا لحوم، لحوم حمراء وطيور وكده. فبقول لهم يزودوا السمك شويه، هتفرق معاهم ويبتدوا يحبوه لانه ليه هدف صحي. الحاجه اللي تاكلها مره واحده في الاسبوع لو سنك كبير، حاجتين، اللحمه الحمراء والسكريات او الديزرت الحلويات. مره واحده بس بيكفي، مره واحده بس. بناكل من الاول، زمان كنا بنتمنع خالص بالاسبوع. بس وبرده المره دي بتكون بكم معقول، زود كمان معاه ماشي. ولو ليها طريقه بقى يا دكتوره لما نيجي ليها طريقه قبل ما ناكلها، يبقى ان شاربين ميه واخدين خل تفاح، يعني نعمل حاجات كده ولا لا؟ خلاص بقى بالهنا والشفاء ومطرح ما يسري يمري. في بعض الدكاتره بتوصي بكده، اشرب كوبايتين ميه قبل الاكل عشان تحس بالشبع. وبعدين ابتدي كل السنه النبويه، سلسل الطعام وسلسل الشراب وسلسل النفس. اي حد لو انت حضرتك عملتها كده بالطبيعي، شربت كويس، مش هتقدر تكمل نص الطب. لو شربت ماي كويس، ما هي ليها كاباسيتي او ليها سعه. فانت لو تعبت معانا يا دكتور، ما بقاش ليها سعه. لو مليت كله ما فيش نفس. وبعدين في حاجات تمرين التنفس، ان احنا نقعد شافتين بطننا. استاذه منك بتعلمني الكلام ده زمان، ازاي الواحد يبقى قاعد فارد نفسه وشافت بطنه والحاجات دي. ده مجرد تون، بتدي تون لبطنك. تلاقي ما شاء الله سيدات ما شاء الله تبقى مخلفه والولاد وحواليها وكده، بسم الله هي ما شاء الله جسمها جميل مفروض وما فيهاش بطن وكده، رغم ان الولادات القيصري زادت. لكن تلاقي بنات عندها وعي دلوقتي. صحيح. مش زي زمان، زمان اللي كانت تجيب عيل تبص تلاقيها بقت قد كده. دلوقتي لا، البنات ما شاء الله وانفتاح والحاجات ديت والسوشيال ميديا كل ده خلانا نفكر. العرسان اللي بيفكروا قبل الجواز ازاي يحافظ، ده داخل حياه جديده، بيعمل لونش لحياته، ازاي يدخل من غير ما يبقى مكرش. دي مهمه جدا، ازاي يدخل من غير دهون، وان هو يحاول بقدر الامكان يعني حوالي اسبوعيا كده يقيس محيط وسطه. بالنسبه للرجاله بنفضل ان هو يكون من 94 ل 102، وللسيدات من 80 ل 88 محيط الوسط. فلو عمل كده خلاص ما فيش مشاكل.
فدي حاجه يعني كويسة. نصايح غاليه قوي على قلوبنا، لكن للاسف وقتنا خلص، وكنا سعداء مع حضرتك. انا اسعد بيكم وربنا يوفقكم. استاذ دكتور ايمان كامل، عميد معهد البحوث الطبيه والدراسات الاكلينيكيه بالمركز القومي للبحوث، نورتينا يا دكتور. اهلا، منور. بنشكر حضرتك كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، حضرتك طيب. سعدت بلقائك دكتور ايمان، نورتينا وشرفتينا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. مشاهدينا كنا موجودين معاكم على مدار 3 ساعات، عبد الصمد، منى الشرقاوي، وكمان لمي حمدين. نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.